إذن تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن من الناظور بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليلة أمس الأحد من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم فتاة وشخص من ذوي السوابق القضائية مواطن إسباني يقيم بالمغرب بطريقة غير مشروعة، وذلك لتورطهم في بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وقد تم توقيف المعنيين بالأمر خلال عملية أمنية بشاطئ بقانة بمنطقة بن نصار ضواحي الناظور، متلبسين بمحاولة تنفيذ عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرة مكونة من 52 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي طن و770 كيلوغراما، معبأة وملفوفة بطريقة خاصة لتسهيل نقلها عبر المسالك البحرية. كما أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز قرابين تقليديين و5 محركات بحرية، فضلا عن 42 برميل للوقود من سعة 40 لترا و74 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وكذا 4 سيارات يشتبه في كونها مزورة و3 دراجات نارية بدون لوحات ترقيم، بالإضافة إلى معدات خاصة بالملاحة البحرية عبارة عن صدريات ومضخات مائية ومعدات صيانة ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم 4 تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات وباقي المتورطين سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي. الأمنية ذي النظار بالتنسيق مصالح مراقبة التراب الوطني يظن ذي جيت نبقانا قبلين صار تمكنت في عفعاني وذن تفجن الكمية المخدرات 1770 كيلو مخدر شيرة عبعان تونو بيناث ديجن يجن المبلغ تنعاشين حوالي 74 مليون عبعان تونو بيناث التصن اللوجيستيك يستخدم دي العملية التهريب الدولي للمخدرات. العملية تنضاف التصن العملية تغنقي تنتقبر من اجل محاربه وذا يخدم دي التجار الدولي للمخدرات.